هذا بورتري وهذا أول هدية، أول هدية غتخدم للسي حسن عباد في هذه الاحتفالية الجميلة. بورتري جميل من فنان جميل وأصيل، أحد أبناء مدينة أسفي، مشاركات كذلك في العديد من المهرجانات، حاز على الجائزة الأولى من أمريكا. هذا هو اللي جميل وتسع احتفالاتكم بحضور النبي. هذا الجائزة الأولى في فن البورتري في الولايات المتحدة الأمريكية، والأمر موثق ومسجل، ممكن الإخوة رجعوا ليه بالمواقع التواصل الاجتماعي. طبعا السي عبد الجليل مغفال هو اللي غادي يسلم، راه كاين الإطار ديالها، الكادر ديالها كاين، هو اللي غيسلم هذا الأول هدية للمحتفى به السي حسن عباد من يد السي عبد الجليل مغفل، على اعتبار انه كيمثل هيئات ومهنيه قطاع الصيد التقليدي. هنيئا السي حسن بهذه الصوره الجميله، وشكرا للفنان ديالنا سي دريوان اللي كنتمنى ان شاء الله على انه نتلاقاو معاه في مناسبات اخرى. شكرا ليك وتبارك الله عليك. شكرا. غادي الجماعه غادي نعطيوها لك الجماعه في الاطار. اذا هذه صوره تذكاريه، وشكرا السي حسن. باغي تبقى معايا السي عبد الجليل، غادي تمشي للمكان ديالك، وغنطلب غنخلي هذه الصوره هنايا، وغنطلب من السي البرلماني الجميل السي مبارك السباعي رئيس الجماعه ديال المعاشات انه يحضر معايا هنايا غيسلم. اولا هو حضوره معنا اليوم كيأكد على يعني التقدير اللي تيكنوا لرجالات البحر، لرجالات البحر بالسويريه والموظفين اللي كانوا تما، والموظفين من خلال عتزيد المكانة ديالو كبرلماني هو ضروري أنه يكون على تواصل مع جميع القطاعات، ولكن عنده علاقة طيبة مع قطاع الصيد التقليدي على الخصوص بهذه الهدية الجميلة اللي كتجسد قطاع الصيد البحري. هذا المركب الجميل وهذا المركب اللي بغينا السي حسن نركب فيه بعد التقاعد إن شاء الله إلى دروب الحياة الجميلة بالسفر والحج و كل ما كيتمنى السي حسن. هذه هدية من السي مبارك السباعي للسي حسن عباد. وكما قلت الحضور ديال السي مبارك السباعي راه هو في حد ذاته تأكيد على المكانة اللي كيحظى بها السي حسن، واللي كيحظوا بها كل موظفي ديال المندوبية الصيد البحري وكل أطر ورجالات قطاع الصيد البحري. شكرا السي مبارك على الحضور، شكرا لك وشكرا لكل مكونات المجلس. وإلا جيتوا هنا ندير واحد الصورة، أجي هنا، أجي هنا ندير واحد الصورة.